القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزاء. شوف أحاديث أهل البيت وهو عجب ولا غير عجب حبيبي. روايات أهل البيت، هاي روايات أهل البيت، روايات عظيمة. شوف الشيخ القمي صاحب كتاب مفاتيح الجنان، سامعين بي كلكم هم تعرفوا كتاب مفاتيح الجنان، كتاب أيضا معروف. هذا الكتاب الشريف مفاتيح الجنان، يقولون كان من يتمرض الشيخ القمي إذا مرض قال جيبوا لي كتاب الكافي. أخذت هذا الكتاب، كتاب الكافي، ومسحته على عيني بنية الاستشفاء وشفيت، والآن أنا مشغول بالكتابة. كاتبين في أحوال المحدث القمي بعد ذلك لم يعد إليه وجع العين إلى آخر حياته. شوفوا هذه العقيدة ولاحظوا هذا التوفيق. كتاب الكافي من كتبنا المعتبرة، مجموعة روايات مروية عن أهل البيت عليهم السلام. يجيب كتاب الكافي يطبقه أمام وجهه، التراب الغبار اللي يطلع من كتاب الكافي على وجهه حينئذ يتشافى، يستشفي به، يجعل محل شفاء. شوف أحاديث أهل البيت كم هي عظيمة، كم هي عظيمة. هذه المصيبة. وينقل أيضا في أحوال المحدث القمي رحمة الله عليه أنه في يوم من الأيام كان عند الطفل أو طفلة عمره أو عمرها 3 أعوام، فتمرضت فجاءوا إليها بدواء، فالمحدث القمي وضع إصبعه في الإناء وأخذ يصنع هكذا. بكينا دقيقين. زوجتي قالت اصبر حتى اروح اجيب الملعقه، قال لا، انما وضعت يدي للاستشفاء لاني كتبت بهذه الاصبع الافا من احاديث اهل البيت. اليد اللي تكتب احاديث اهل البيت هذه تكون شفاء. Alright, now it's time for the turkey. Oh, what a beautiful. No, 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 no.